ويسرى زي ما احنا عارفين قضت عمرها كله للفن، وعشان كده طبعا نشرت فيديوز كتير لكواليس اعمالها وبوسترز كتير جدا لاعمالها الفنيه. من الانستجرام نروح لفيسبوك، بيتابع يسرى 2 مليون و800 الف فولور، وهي بتتابع 23 اكاونت منهم منى زكي، ليلى علوي، منى شلبي. واخر بوست نشرته عن عمل مسرحي بيجمعها مع احمد عز وكواليس كشفتها لاول مره مع رايا ابي راشد. وبكده نكون وصلنا لنهايه السوشيال لاب.